فعاليتنا ضمن الفعاليات عيد المرأة العالمي، المرأة السورية أيقونة الصبر، ومن مثل المرأة السورية كان لم تكن نموذج عن الصبر بل كانت هي الصبر وأم الصبر. المرأة السورية اللي طبخت للجنود، المرأة السورية اللي كانت ممرضة وسهرت عليهم، المرأة السورية اللي ودعت ابنها وبتعرف انه بده يروح يستشهد وودعته بابتسامة، المرأة السورية اللي كانت مثال للتضحية وللتفاني وللصمود وللتصدي وللتحدي ولكل شيء. المرأة السورية هي الإرادة، المرأة السورية لا يحد وصف. نجتمع بيوم المرأة، نحتفل اليوم بكتابات لمع عباس اللي قدمت للمرأة السورية نموذج حي من خلال كتاباتها بصهيل الغمام ورواية ست ساعات لخصت فيها، ونقدر نسمي الكتابات هي كتابات الحرب أو توثيق الحرب بعد 10 سنوات هذه الحرب الظالمة، وتقديم هذا التوثيق لقادم الأجيال. لمع عباس نموذج حي للمرأة السورية المقاتلة المقاومة المنتصرة ببندقيتها وقلمها. المرأة هي بشكل عام هي الطبيعة، هي الحياة، هي من توهب الحياة، فأي كلام سيكون قزم بحقها. فكيف إذا كانت المرأة السورية؟ المرأة السورية كانت هي المربية، هي التي تلد الرجالات الحقيقيون، المرأة السورية الطبيبة، القاضية، الأم.